الانهيارات الأرضية والصخرية ظواهر مدمرة ومرعبة. يفضل الكثيرون الفرار، لكن ليس الأشخاص من هذه الحلقة الذين صوروا هذه الظواهر. من الانهيارات الصخرية وتدمير الغابات إلى الانهيارات الصخرية في أعلى الجبال وغرق قطعة من الأرض وعواقب الانهيارات. هذه إنفينيتي. في هذه الحلقة سأعرض أكبر عدد من الانهيارات الصخرية والأرضية التي تم تصويرها. هيا بنا لنبدأ بواحدة من أكثر الانهيارات الأرضية روعة والتي صورت. حدث في عام 2004 في مدينة نارا اليابانية. يظهر مقطعاً مسدوداً من طريق جبلي تم حظره من قبل المتخصصين الذين ليسوا في اللقطات بل يتفقدون الضرر. للآن لم يحدث شيء رهيب، لكن فجأة بدأ الانهيار الأرضي المدمر. يبدو الأمر وكأن نصف الجبل ينزلق لأسفله ويدمر الطريق ويسحب الأشجار والأعمدة إلى أسفل معه ويدمر كل شيء في طريقه. ينتقل الانهيار الأرضي إلى الجرف وفي غضون ثوان قليلة يتوقف، لكن خلال تلك الثواني تم نقل عدة أطنان من التربة ودمر الطريق، وكان على المتخصصين فحص الضرر الجديد. هذا هو المنظور الجوي. على الرغم من هذا الانهيار الأرضي المرعب، لم يصب أحد بأذى. من الصعب أن نتخيل كيف شعر هؤلاء الأشخاص عندما ذاب الجبل حرفياً أمامهم. حدث ذلك في آذار 2019 في كشمير التابعة للهند. سقطت الصخور والأشجار بعيداً عن الجبل بخفة كما لو كانت نوعاً من الكعك وليست كتلة صلبة. في النهاية كل ما بقي حفرة كاملة في الجبل. مدهش أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث في غضون ثوان. لم يصب أحد في ذلك، لكن قاموا بإغلاق الطريق. وهنا شيء مخيف أكثر. وقعت هذه الحادثة أيضاً في ولاية هاميشال بارديش في الهند. يمكنك أن ترى هنا كيف يبدأ انهيار الجبل، ثم تتحرك طبقة ضخمة منه إلى الأسفل. آخرها مرعب بشكل خاص بصرياً، يبدو كما لو أن الجبل قد انهار. على عكس السابق، لم تتطاير الطبقة في مكان ما مرة أخرى، لكنها انزلقت بضع عشرات من الأمتار ثم واصلت التحرك ببطء. نتيجة لذلك لدينا طريق سريع مدمر وجبل مدمر ومشاعر لا تنسى. كل الحالات التي أظهرتها لكم حتى الآن حدثت على بعد من الناس. لنرفع درجة التوتر. في هذه اللقطات نرى سيارة والسائق يقود على طول طريق جبلي. لاحظ شيئاً ينزلق من الجبل، لذلك توقف على الفور وبدأ في القيادة للخلف. سرعان ما حدث انهيار أرضي من الجبل، والذي كان يمكن أن يقتل السائق إذا كان قد قاد بضع ثوان. بعد ذلك لدينا الوضع على الجبل العالي. تمكن السائقون من التوقف قبل أن يسحقهم الانهيار الصخري المدمر. الآن سيتعين عليهم البحث عن منعطف لأن الطريق قد دمر. هذه حالة مماثلة، فقد تم تصويرها من مسافة أبعد. تتطاير الصخور أسفل الجبل محطمة الطريق وتسقط في النهر. عندما بدأ أن كل شيء قد انتهى، بدأت الموجة الثانية لتحطم الطريق إلى أجلاء. هذا هو تقريباً ما يبدو عليه عن قرب. الحال مختلف، لكن يمكنك رؤية القوة التدميرية للانهيارات. في البحر الانهيارات غير مرتبطة فقط بالجبال. يمكن أن تحدث مثل هذه الكارثة الطبيعية على سطح مستوى، كما يؤكد الفيديو التالي الذي تم تصويره في النرويج قبل عامين. نرى مستوطنة بها عدد من المنازل بدأت فجأة في الانزياح بعيداً عن الأرض اليابسة. طبقة ضخمة من الأرض تزحف ببساطة إلى البحر كما لو كانت ممزقة كقطعة من الورق. كل هذا يحدث بسلاسة. بعد فترة تغرق الكتلة الصخرية مع المباني. غمرت المياه 8 منازل وأكثر من 600 متر من الأرض. بعد ذلك تم إلقاء المنازل مرة أخرى على الشاطئ. انظر ما حدث هنا. بعد هذه الكارثة صادت الفوضى. الخبر السار الوحيد هو أنه لم يصب أحد نتيجة الكارثة. تخيل أنك على سفح جبل وعشرات الصخور التي يبلغ وزنها عدة أطنان تأتي إليك مسرعة، تدمر كل شيء بطريقها. لا أحد يريد رؤية هذا شخصياً. كان على سكان الهند التعامل مع هذه الظاهرة، لكنهم ما زالوا يصورون كل شيء بالفيديو. يبدو أن سبب سقوط الصخور هو موسم الرياح الموسمية في الهند، مما تسبب في كوارث مدمرة. على الرغم من الدمار من الانهيارات الأرضية والصخرية، عليك أن تعترف أن بعضها يبدو جميلاً ومذهلاً. أو مثلاً هذا الصخر الذي نزل من جبل في بيريانزو بسويسرا. صخور ضخمة تنزل في طبقة واسعة وتدمر الغابة تحتها. عندما انتهى الانهيار تم التصوير من الأسفل، ويمكننا رؤية ما بعد ذلك. أسوأ الانهيارات الأرضية في ميانمار عام 2020.
في أوائل تموز حدثت كارثة في منجم ياقوت محلي. تسببت الأمطار في تآكل الجبل وحدث انهيار أرضي هائل. سقطت كومة من الصخور في الحفرة مما تسبب في موجة طينية ارتفاعها 6 أمتار. حاول العمال الهروب من الموجة التي تقترب. تمكن البعض من الفرار لكن آخرين ظلوا عالقين. تمكن بعض الذين ضربتهم الموجة من النجاة والوصول إلى الشاطئ. قتلت الموجة العديد وكانت واحدة من أكثر الكوارث تدميرا في تاريخ البلاد. جبال الهيمالايا. يعد تسلق هذه الجبال نشاطاً خطيراً للغاية وحتى مميتاً. يواجه المتسلقون الطقس القاسي والصخور التي يمكن أن تبدأ في التدحرج في أي ثانية. صور متسلقو الجبال مثل هذه اللقطات عندما وقع انهيار هائل فيها. اندفعت كومة من الصخور إلى أسفل وسقطت في الوادي. كان هناك الكثير يتحرك بسرعة بحيث ظهر في وقت من الأوقات شلال حجري وسحق كل شيء في طريقه. لم يتأذى الناس من الصخور فكانوا في مسافة آمنة. ومرة أخرى نحن على جبل، هذه المرة على جبل ستراتو فولكينو رينيه في ولاية واشنطن الأمريكية. تم تصوير الانهيار على النهر الجليدي من قبل الذين كانوا في الجوار. كان انهيار 2011 من أكبر الانهيارات التي سجلت إطلاقاً. الصخور والجليد والثلج والغبار وكل شيء آخر تدحرج بصوت يمكن سماعه والشعور به من على بعد أميال عديدة. هذه واحدة من أحدث الحوادث التي وقعت في عام 2022، ويظهر السائحون وهم يستقلون القوارب في منطقة من ولاية ميناس جيرياس البرازيلية. تحطمت قطعة ضخمة من الصخور فجأة وسقطت على قوارب السياح. نتيجة السقوط لحقت أضرار بثلاثة قوارب، غرق 2 وأصيب أكثر من 30 شخصاً. السبب الأكثر ترجيحاً للحادث هو ضغط المياه بالقرب من الأخاديد الذي تسبب بانهيار الصخور والهياكل الصخرية. إنه لأمر غريب مدى السرعة التي يمكن أن يحدث وكيف يمكن أن تصبح عطلة ممتعة كابوساً حقيقياً. الانزلاق الأرضي في شينجن. في 20 كانون الثاني 2015 تعرضت مدينة شينجن في جنوب شرق الصين لانهيار أرضي ضخم. وقع الانهيار الأرضي الهائل في منطقة كوانغ مينغ الجديدة وغطى مساحة هائلة تبلغ 100,000 متر مربع، مما حوله إلى بحر من الطين الأحمر. كان الانهيار ضخماً لدرجة أن طبقة الطين في بعض الأماكن كانت بارتفاع 10 أمتار. دمرت الكارثة أكثر من 36 مبنى بما في ذلك المباني السكنية والمكاتب والمصانع والورش. عادة ما تحدث هذه الكوارث لوحدها بسبب بعض الشذوذ الطبيعي، ولكن هنا يقع اللوم على الناس. لمدة 2 تم إغراق الأرض المتبقية من البناء بالقرب من المنطقة الصناعية دون أي احتياطات أمان. عندما هطلت أمطار غزيرة على كوانغ مينغ تسببت في تآكل التربة وتحرك جبل من الحطام وتحول لانهيار أرضي وجرف كل شيء أمامه. يبدأ الفيديو التالي بكاميرا تصور غابة جبلية عادية. فجأة بدأ انهيار أرضي من الصخور والطين ينزل من أعلى الجبل، يندفع إلى أسفل ويمزق الأشجار من جذورها. يبدو قويا جدا ومخيف. ذكرني بمشاهد مسلسل لوست التلفزيوني عندما قام الوحش في جزيرة بتمزيق الأشجار في الغابة بنفس الطريقة. وهنا وصل الانهيار الأرضي بالفعل إلى القاع واقترب من المصور. يبدو أن كل شيء انتهى، لكن لا، بعد بضع ثوان حدث انهيار أرضي ثاني من الأعلى. نعود إلى الطرق الجبلية التي تشكل خطراً على السائقين. كان البطل في الفيديو التالي يقود على طول طريق ألاسكا مقتنعاً بذلك عندما توقف فجأة. وجد أمامه صخوراً تتساقط على الطريق. كل ثانية تكبر الصخور وتكبر، وبعد بضع ثوان بدأت الأشجار بالتساقط. اللقطات هنا ستكون رائعة لفيلم كوارث لأنها لقطة حقيقية. كان السياح من بوليفيا يحاولون المشي في الطريق الجبلي عندما بدأ الانهيار الأرضي بالحدوث. مر مباشرة عبر الطريق وانتشر المتنزهون في اتجاهات مختلفة، بعضهم أعلى وبعضهم للأسفل. لم يتمكن البعض من المرور فسحبهم الانهيار معه. تظهر اللقطات الناس يتدحرجون ببطء مع الانهيار. رأيت أن الانهيارات قد تكون متتالية. أولاً هناك موجة واحدة ثم الثانية. هذا بالضبط ما حدث قبل 2 في باكستان في جلجت بلتستان. هذه المرة كانت سلسلة الانهيارات الأرضية قوية جداً لدرجة أنها خلقت فعلياً نهراً من الطين والصخور الكبيرة. كان نهر الطين الذي نزل يدمر الجميع وكل شيء في طريقه بما في ذلك المباني أدناه. لم يبقى أثر للكثير منهم. ربما بدأ أن هذا الانهيار استمر بضع دقائق أو ساعات، لكن هذه الكارثة كانت أطول.
استمرت الانهيارات في ضرب جلجت بالتستان بشكل متسلسل لعدة أيام، تاركة السكان بلا مأمن. لم يتمكن الكثير من الإخلاء، حيث لم يخاطر أحد بعبور ذلك. كانت الكارثة من الأخطر في تاريخ باكستان. أخيراً، قليلاً من العواقب المتبقية بعد الانهيارات الأرضية والصخرية. مثلاً، هذه عواقب سقوط الصخور في إيطاليا. في 2014 في شمال إيطاليا كان هناك صخور بسبب الانهيار، ونتيجة لذلك تدحرجت الثقيلة بسرعة عالية عدة مئات من الأمتار وسحقت حرفياً المبنى الذي تراه أمامك. أسرع صخرة دمرت حظيرة بنيت في القرن 18. بمعجزة ما توقفت أكبر صخرة على بعد أمتار قليلة من مبنى سكني من طابقين به أشخاص. هذا حظ لا يصدق. كان الجميع محظوظين لأنه لا يوجد إصابات. حسناً، آثار الصخور تتحدث عن نفسها، فهي لم تترك شيئاً خلفها. وإليكم نتائج الانهيار الأرضي الذي حدث بالقرب من مدينة كوسكو في بيرو. انفجرت الأرض حرفياً في المكان. سقطت قطعة عملاقة من التل كانت مغطاة بشقوق وكسور عميقة. الشيء المخيف هو عدم ضمان سلامة أي شخص، إن الحياة في الجبال خطيرة للغاية رغم أنها مثيرة. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات عن الانهيار الصخري أو الأرضي الذي أثار إعجابكم أكثر. شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.